هذا سيؤدي إلى ماذا؟ إلى شيء خطير أخطر من الغلاء، اسمه عكس الغلاء، الرخص، من الانفليشن إلى الديفليشن. والمجتمع الاقتصادي والخبراء وأساتذتي هنا الموجودين يعرفون أن المشكلة هي في الكساد، هي الديفليشن، أي أنك تنتج بضاعة لا مشتري لها، تضطر أن تبيعها بأقل من سعرها، لن تستجد قدرة على استمرار في الإنتاج لأنك عم تبيع بأقل من التكلفة، لن تجد مشتري، ستضطر أن تصرف عمالك، تقفل مصانعك إلى آخره. فرخص البضائع في العالم هو ما أدى إلى الكساد الكبير في أمريكا في الثلاثينيات. أنا أريد أن أنتقل من هذا المقدمة القصيرة إلى ما هو أهم، وما أن أريد أن أنتهز فرصته لأنقل لكم كقادة اقتصاديين وسياسيين أن العالم يمر بمرحلة انتقال وليس أزمة، الأزمة جانب من هذا المشكل، إنما هنالك مرحلة تحول تاريخي ستستغرق على الأقل 10 سنوات. اللي بتسمعوا بالأخبار وإنه الاقتصاد بدأ ينتعش ووصلنا إلى الأدنى مستوى وسيبدأ الصعود، كله أنا لا أصدقه ولا يهمني، لأنني أنظر إلى أساسيات الاقتصاد وأعرف أن أساسيات الاقتصاد ليست كذلك، والمراكز الدراسات الأمريكية تقول غير ذلك، إنما مسؤولية الرجل السياسي والرجل المسؤول أن يخفف من الأزمة كي لا يقلق من الناس من الوضع. فعندما تقول لي أن الأسهم بدأت تصعد، أنا لا يعنيني إطلاقا صعود أو نزول سوق الأسهم، لأني كما قلت ويمكن بعض يزعل، سوق الأسهم هو سوق وهمي، هو ليس سوق، السوق الحقيقي هو السوق المنتج، مزرعة الدواجن، الصيدلية، مصنع الأثاث، مصنع السيراميكس، مصنع الحديد، الانتاج، القطاعات الإنتاجية، المدرسة، التلفزيون، الصحافة، كل ما هو عمل منتج، هذا هو الاقتصاد. عندما تبيع أو تشتري سهم لا تضيف زيرو إلى الدخل القومي، الدخل القومي لا يدخل أي نتاج من عمليات الأسهم أو عمليات بيع وشراء الأوراق المالية. الإنتاج الحقيقي هو ما يقدم سلعة أو خدمة مقابل مال، أما ورقة مقابل ورقة أو سهم مقابل سهم لا يضيف ولا ينقص من الدخل القومي. فإذا في هذه الوضع التي نحن فيها الآن ماذا سيحدث؟ لن تستطيع أمريكا، وخذوا كلامي وأنا طبعا عندي مصداقيتي التي هي كل ثروتي كما أكرموني الإخوان في كلماتهم، لن تستطيع أمريكا أن تخرج من هذه الأزمة إلا بتغيير نظامها الاقتصادي، أي أن تصبح رأسمالية مسيرة ومراقبة ككل رأسماليات. احنا نظامنا رأسمالي في كل الدول العربية، في قطر عندنا نظام رأسمالي، رأسمال حر، ولكن رأسمال حر ليس بدون رقابة. رأس المال الحر لا يعني أن يكون خارج عن الرقابة، كما أن حريتي لا تعني أني أسرق وأقتل وأنهب وأنا حر، لا، الحرية مش هيك، الحرية أن تكون مقيدا بضمن قواعد وأنظمة وأن يكون هناك سلطة رقابية. هذا ما يجب أن تتوجه إليه أمريكا. إذا توجهت أمريكا إلى هذا ستواجه معركة شرسة أخشى على أوباما منها. 3 رؤساء جمهورية في أمريكا خسروا مناصبهم لأنهم تحدوا القطاع المالي، ومنهم لينكولن وجيفرسون وتوم رئيس ثالث. هذه الرئاسات حاولت أن تفرض رقابة على البنوك وفشلت. البنوك لم تكن سهلة الرقابة عليها، هذا واحد، ولكن رقم 2 لا تستطيع الدولة أن تفرض رقابة دون أن يكون هنالك تشريع. التشريع الأمريكي لا يسمح بالرقابة، وحتى تعمل تشريع يجب أن يمر التشريع ببروسس ديو بروسس من الكونغرس للسنت لمراكز لللوبيز لمراكز الضغط للحزبين المتنافسين، ومعركة ليست سهلة. لذلك أنا أقول أمامنا 10 سنوات، وكل من يقول لك أنه السنة ستزدهر الأمور وترجع إلى وضعها هذا كلام غير صحيح وغير دقيق. بعطيكم بعض الأرقام مش من عندي، أرقام أمريكية. مجموع رؤوس أموال البنوك في أمريكا 1.3 تريليون. تقدر مجموع خسائر البنوك ب 3.1 تريليون.
لذلك البنوك محتاجة إلى ضخ رأس مال لزيادة رأس مالها لتستطيع أن تستمر. واخترعوا في الجي 20، أنا مضطر أن أطول لأن الموضوع واسع ومشتت، بس إن شاء الله ما تملوا مني، وعندما تملوا قولوا أشروا لي إخرس بخرس. أنا أقول أن اجتماعات الجي 20 المجموعة العشرين الكبار التي جاءت في لندن، في أولها في واشنطن وثانيها في لندن، وسبقها في لندن اجتماع الوزراء مالية العشرين، إذا قرأت هذه القرارات تصاب باكتئاب. ولكن احنا بطبيعتنا كمحاسبين قانونيين صعب اكتئابنا، لانه ما فيش كئيب اكثر من المحاسبة، فبالتالي نقدر نتحمل الكآبة. فهذه القرارات مليئة بالتمنيات وبالتوصيات، ولكن انا لم اجد فيها شيء قابل للتنفيذ الا شيء واحد، وهو زيادة رأس مال البنك الدولي ليصبح من ربع تريليون يصبح 3/4 تريليون، يعني 500 مليار يضاف له. ليش حقق هذا القرار؟ لانه هذا جيد، بضخ اموال في سوق المال وفي المصارف الأمريكية. الباقي، وانا اقول لك، ونصف القرارات تحت المحاسبة، وهنا اعلن ان مهنة المحاسبة هي في اساس هذه الجريمة، ولا يجوز ان نقول غير هالكلام. وانا قلت هذا الكلام في اجتماع حصل بعد اسبوع في لندن ايضا، بعد اسبوع من اجتماع قمة العشرين، لقمة العشرين في مكاتب المحاسبة. هنالك شيء اسمه فورم اوف فيرمز، وهي الشركات العشرين صدفة ايضا، هي 20 شركة، نحن احداها كطلال ابو غزال الدولية، من الوحيدين من المنطقة. هذه الشركة، هذا المجموعة من الشركات التي تسمى الشركات العابرة للقارات التي تلتزم بالمعايير، اجتمعنا لنبحث قرارات القمة، وتبين لي من اول الجلسة انه لا رغبة هنالك لتطبيق هذه القرارات فيما يخص المهنة، ولاسباب منطقية، لانك اذا طبقتها سينتج ان اغلب الشركات ستفلس، تعلن مفلسة، لان المعايير الحالية غير صالحة. فاذا طبقت معايير صالحة انت امام مشكلة على اثرها على الشركات القائمة. ماذا اعني بذلك؟ اعني اولا موضوع التقييم، كيف تقيم الموجودات ومنها الأوراق المالية والأسهم، سعر الشراء، سعر السهم الأصلي، سعر البيع، سعر البورصة اللي بتغير كل يوم، كيف تقيمها؟ اخترعوا المحاسبين بعد أن خرجت أنا من مجلس المهنة، أنا كنت على مجلس المعايير، مجلس الأعلى لصياغة معايير المحاسبة، وكذلك على مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمحاسبين، اخترعوا حديثا شيء سموه fair value، القيمة العادلة. انا العدل لسه عم بدور عليه، مش موجود، مش عارف وين الاقيه في الدنيا كلها، في الامم المتحده ولا في عالمنا الحاضر ولا في حياتنا. فوين القيمه العادله في المحاسبه؟ يعني هذه شغله مضحكه ان تقول انني اريد ان اطبق القيمه العادله، متروكه العدل لكل واحد هو يقرر. انا اقول اننا في قرارات هذه القمه ومنها ما يتعلق بالمحاسبه أثيرت مشكلة الشركات التي تعطي التقييم وشهادات الملاءة، وكلها تآمرت وتواطأت. الأوفشور، شركات الأوفشور ومناطق الأوفشور التي تخفي الخسائر، اللي بسموها شل كومبانيز، بأسسوها ليخفوا الخسائر إلى آخره. فلذلك قررنا نحن في أبو غزالة أنه نصيغ معايير خاصة استنادا إلى قرارات القمة العشرين، لنعرضها كمشروع للدراسة أولا، ثم لمن يرغب أن يقيم شركته أو شركة أخرى يريد أن يدخل فيها أو يستثمر فيها. وهذا انسجاما مع شيء أيضا جاء في قرارات العشرين. احنا بنعرف، كلكم تعرفوا، يمكن الشباب منكم لسه ما مروا مثلنا بما نسميه فحص ستريس تيست. عندما نروح عند طبيب القلب بيعمل لنا ستريس تيست، بمشيك على التريدميل وبفحص قلبك وأنت في حالة الضغط على حركة السير. أحد قرارات القمة حرفيا جاء أن الشركات محتاجة إلى ستريس تيست، استعملوا كلمة لما لاقوش كلمة غيرها، كما نعمل ستريس تيست للقلب أنه يجب أن نعمل ستريس تيست للشركات. فنحن سنصيغ هذا لأن صياغته من قبل المجتمع المحاسب الدولي ستستغرق سنوات طويلة إذا تمت.